واحد بيقول اريد ان اسال عن مفهوم كلمة نعسوت، هل تعني التجسد ام التأنس؟ ما المعنى الدقيق لكلمة النعسوت؟ كلمة النعسوت بالضبط يعني الطبيعة البشرية، الطبيعة النعسوتية، جسد ونفس وروح كله على بعض. ما دام السيد المسيح شابهنا في كل شيء، اذا شابهنا في طبيعتنا النعسوتية. وهذه التغطية البشرية هي التي اتحدت باللاهوت. وبعدين واحد بيسأل بيقول في القداس الغريغوري بيقول إذ ملأت الكل بلاهوتك فما هو ملء اللاهوت الذي فينا؟ هو في الحقيقة ترجمة سليمة إذ بلاهوتك ملأت الكل، مش ملأت الكل بلاهوتك، يعني بقوة لاهوتك ملأت الكل، لكن مش ملأت الكل بلاهوتك يعني خليت لاهوتك يملى الكل، لا طبعا. لأن لو كان اللاهوت يملأ الكل ما كان أحد يخطئ، ولو كان اللاهوت يملأ الكل لأصبح كل إنسان قادر على كل شيء، بل قادر على الخلق أيضا، لأن دي من صفات اللاهوت. فما هو ملء اللاهوت الذي فينا؟ لا، مش ملء اللاهوت الذي فينا، إذ بلاهوتك ملأت الكل، مش ملأت الكل بلاهوتك، هي الترجمة مش مظبوطه.